وبما أن هذا الاجتماع هو الأول لحكومة الخامس من فبراير 2017، فقد قدم رئيس الجمهورية أندريه بيتنو العديد من التوجيهات للوزراء الجدد والقدماء بالعمل من أجل مصلحة التشاد والتشاديين والنهوض بالدولة التشادية. أحمد ياسين عبد الرحمن والمزيد من التفاصيل. الخامس من فبراير عام 2017 هو تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء باهيمي باتاكي ألبير، والتي ضمت في تكوينها 38 وزيرا منهم 8 وزراء دولة و30 وزيرا، جاءوا اليوم إلى القصر الرئاسي لحضور مجلس الوزراء الأول تحت رئاسة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء إدريس ديبي إتنو، حيث كان في بداية افتتاح أعمال المجلس فقد قدم رئيس الوزراء باهيمي باتاكي ألبير باسم أعضاء الحكومة الشكر لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء إدريس ديبي إتنو بوضع الثقة فيه وفي فريقه الجديد على إدارة شؤون الدولة تحت قيادته. ومن ثم قام رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء إدريس ديبي إتنو بتقديم التهاني للوزراء الجدد الذين دخلوا ضمن التشكيلة الوزارية الأخيرة، وفي نفس الوقت طلب من جميع الوزراء العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد، لأن هذه المناصب والحقائب الوزارية تكليف وليس تشريف، لذا عليهم مسؤوليات جسام يجب القيام بها على أكمل وجه. كما أعطى فخامته توجيهات صارمة بمحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي الذي شل أركان الدولة في ظل الظروف الراهنة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي الختام التقطت صورة تذكارية لأعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وعلى هامش الاجتماع فقد عبر عدد من أعضاء الحكومة معبرين عن انطباعاتهم لتوجيهات رئيس الجمهورية ديبي إتنو الرامية إلى جعل تشاد بلدا أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. قبل كل شيء الوحدة والتكاتف في العمل الحكومي. وبعد ذلك حاليا كأنا كوزير العدل لقيت تعليمات ولقيت توجيهات خاصة بأن الدولة عايشة في أزمة اقتصادية، لأن الأزمة اقتصادية وهناك الرشوة الفساد أدى البلد وأدى في كل الطبقات. كوزير العدل واجب هنقوم بمحامي عشان نحارب الفساد، نحارب الرشوة، ونحارب كل السرقة أموال الدولة، لأن الأموال دي للشعب ما للأشخاص وما للمسؤولين. دي حرب ودي حاجة أنا مهتم علي، ونكلم لكل الناس لكل الغداة والأمال والكتاب، مع أن ما ممكن تكون قادي عشان أنت تستفيد وتكون تلقى عمل وتلقى مال، لا، هناك الناس قاعدين يقولوا الحق والحق يعلى إن شاء الله. في البداية أود أن أشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة على هذه الثقة التي منحني إياها لكي نواصل مشوار العمل في وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. بالتالي هذه الثقة تدفعنا لكي نقوم ونواصل نفس الجهود التي قمنا بها ونزيد في هذه الجهود حتى نكمل بعض المشاريع التي قمنا بها ونواصل في تنفيذ بعض المشاريع السابقة ونحاول نجدد مشاريع أخرى لكي نضع الثروة الحيوانية في إطار كعامل أساسي لدعم الاقتصاد التشادي في المرحلة القادمة. وبالتالي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السابقة وتوجيهات الحالية، فإننا سنقوم بمتابعة عن كثب مع فريق العمل الفني في وزارة الثروة الحيوانية، ونكثف جهودنا لكي تنفذ هذه المشاريع الهامة والمشاريع الضخمة التي يجب أن تساعد، ونحن على ثقة بأن هذه المشاريع في الفترات القادمة ستنفذ بصورة جيدة وستساهم في زيادة عائدات خزينة الدولة. أخواننا التشاديين كلنا كنا فوكنا سيتواسيون أنا دار دما ما سامبل جو ديري و نسو كلنا افور لي نو شغل دان ميسيون دان نسو عديرة. نشكر فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لأمانة اللي كلف لنا شيء مهم وعلى أمانة ثقيلة. لا مينستر لا أنا لأنسينيم فورماسيون بروفيسيونيل و بروموسيون البيتي ميتي ما مينستر سخير دونك مينستر إندا أفينير، والأمل لا أمل لازم نخدمو البلد في الأمانة رئيس الجمهورية كلف لنا والقانون قايد والمينستر كان كيف سخير كل كان انيشيتيف قايد نقول ناك لك شيء ده مش في بوكانا، والمينستر مهم جدا
مهم جدا عشان الشيء اللي بخص البوفرتي ده كله كان ممكن بكلف فوقه والفورماسيون بروفيسيونيل له شيء وسيء وعلى كل حال على حسب قدرنا مع الناس الكولابوراتير حقي ان شاء الله هسه ده حابب مرن من الكونسي اكسترا اوردينير نشوف كيف نقدمه رئيس الجمهوريه نقدمه للبلد ولكل التشادين يفرق بينه ان شاء الله.